توج اليوم الارجنتيني خوان موناكو المصنف الثالث بلقبه الثالث لهالموسم بعد فوزه على الالماني تومي هالمالية. نختم مع خبر محلي، وجرى امبارح ايفنت بفينيسيا بيروت بالتعاون مع السفاره البريطانيه بلبنان تحت عنوان لايت ديفينيشن تورتش. الايفنت كان عباره عن نشاطات رياضيه بتختص باللياقه البدنيه تحت اشراف زميلنا بالام تي في امين ديب، ولقيت اقبال حاشد من الجمهور والرياضيين، اشاره الى انه البعثه اللبنانيه المشاركه باولمبياد لندن كانت ايضا موجوده بالحفل وكرمت من قبل السفاره البريطانيه وفينيسيا بيروت. هيدي كانت كل اخبارنا الرياضيه من